بغيت غير نقول بأنه بالطبع المنافسة داخل الأجواء في قلب المغرب مفتوحة فقط للشركات ديال النقل المغربية، حتى شي حاجة ما تتمنع يعني من خلق شركات مغربية للنقل باش نعززوا هاد التنقلات هذه. الباب مفتوح أيضا للنقاش، وهذا يمكن غادي يعني ندرسوه مستقبلا باش نشوفوا واش يمكن المغرب يفتح النقل الداخلي لبعض النقالين الدوليين، هذا اللي يقدر أيضا يخفض من الأثمنة ديال النقل الجوي مستقبلا.